برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من أولمبياد البحرين الصغار والتي نظمتها اللجنة الأولمبية البحرينية على مدار 4 أيام، حيث حققت فعاليات الأولمبياد نجاحا كبيرا في مختلف المسابقات بمشاركة 600 طفل. في أجواء مليئة بالحماس والمتعة، شهدت منافسات أولمبياد البحرين للصغار منافسات قوية نظمتها اللجنة الأولمبية البحرينية برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية، لتعزيز المهارات الحركية والمعرفية لديهم. الحمد لله مثل ما شفنا اليوم أكثر من 600 طفل مشارك، الحمد لله بعد بحضور سمو الشيخ خالد، يعني عطى الحجم زخم كبير ودعم كبير، والصراحة يعني الواحد يشوف هاليوم المشاركين يفتخر الصراحة، فبالعكس إن شاء الله نشوفهم نجوم في الرياضة في المستقبل. الحمد لله يعني فوق 33 حضانة سجلت وعندنا فوق 600 مشارك. طبعا بعض الألعاب اللي عندنا لعبة ألعاب القوة، كرة القدم، كرة السلة، ولعبة رف الأثقال، وأنا أشوف وايد مهم إن نشجع المجتمع من الأطفال والصغار يمارسون رياضة. سمو الشيخ خالد له اهتمامات كثيرة في الرياضة، واهتمامه بأطفال الروضة هذا شيء مميز. اسم أولمبياد كبير على مستوى عالمي، لما يجي على الصغار ويعرفون يشوفون هذا الاسم يعني هو يعمل على شيء كبير. أنت تعامل الطفل على مستوى عقل كبير، فهذه شيء طيب وهذا إنتاج مميز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نشوف أطفالنا مميزين يرفعون اسم البحرين وعلم البحرين عاليا إن شاء الله. هاي النوع من الفعاليات والمسابقات تنمي في الطفل قدرات الرياضية وتخليه يفكر شلون يصير بطل، والدور الأهم اللي هو دور أولياء الأمور أنهم ينمون هذه الشغله في الطفل على اساس ان شاء الله يطلع لنا بطل بحريني يشارك برا. هالنوع من الفعاليات يعني تنمي عند اليهال حب الرياضه وال يعني يعرفون على وين بيتوجهون، مثلا اي لعبه هو يفضلها، وتعلمهم على الحركه بدال الوقت اللي احنا فيه دائما ميولين الايباد والتليفونات وذي، بالعكس شيء ممتاز. يعني اجواء المرح لم تتوقف لدى الاطفال الذين عاشوا اجواء هذه المنافسات لمختلف الالعاب الرياضيه وسط إقبال كبير على المشاركة والحضور اللافت وممثلي الحضانات والروضات. دائما عندما أتحدث أبدأ من جلالة الملك، طبعا الرعاية الأبوية اللي موجودة ومتمثلة بسمو الشيخين أيضا شيخ ناصر والشيخ خالد، ومدى اهتماما برياضة مملكة البحرين بشكل عام، وأني هذا ما لمسته أيضا من خلال وجودي مع اتحاد رفع الأثقال البحريني وتواجد الشيخ خالد في كل المناسبات الرياضيه اللي يصير، من كانت اليوم الاولمبي او العيد الوطني، وهذا اكيد يعطينا طاقه ايجابيه. سمو الشيخ خالد داعم للرياضه ويعطينا الامل دائما احنا كمعلمين ومدربين ان احنا غدا افضل لاطفالنا ان شاء الله. ما شاء الله شيء يعني شيء يفرح شيء يبهج ان احنا حق اطفالنا الصغار بنعطيهم فرصه من بدايه عمرهم ان يتعرفوا على الرياضه ويحبوا الرياضه. البرنامج حلو حق الجهال، حق تركيز الجهال، حق فهم الجهال، هذه شوي ننمي عقولهم شوي، فالحمد لله على كل شيء، وان شاء الله تدوم هذه البطوله حق اولادنا وهذا لين جيل المستقبل ترى. طبعا الفعاليه راح تخلي طابع حق الاطفال، تشجعهم، تزرع فيهم روح التحدي، مثل ما نشوف عندنا لعبه اليوم اللي هو العاب القوى، نشوف تفاعل الأطفال في اللعبة ما شاء الله، يعني ما توقعنا هاي الحماس منهم. مثل هذه الدورات هي من تنمي المواهب وتعطي يعني مستقبل مشرف لألعاب القوى البحرينية وكذلك للألعاب الأخرى التي تشارك في هذه الأولمبياد. بالنسبة للنسخة الماضية والنسخة الحالية في تطور كبير، أولا من ناحية تنظيمية، من ناحية دخول الحضانات، من ناحية دخول الأطفال، هاي النقطة واجد نشهد لها صراحة تطور كبير. النقطة الثانية احنا بعد من بعد مشاركتنا الأولى تعلمنا شنو الأنشطة اللي تكون أكثر مناسبة إلى هذا العمر، حاولنا نطور من أنشطتنا، جبنا مدربين مختصين بشكل أكبر في هذا الشيء عشان نوصل لهدفنا من هذه المشاركة.
وامتلأت المدرجات واستمتع الأطفال المشاركين بهذه الأولمبياد التي تهدف في المقام الأول إلى غرس الثقافة الأولمبية لدى الأطفال وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بالإضافة لتنمية مهاراتهم الجسدية والحركية.